السؤال الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أريد شرح هذا الحديث يا شيخ جزاكم الله خير. يرغب شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 73 فرقة. تفضل. كلها في النار إلا واحد. إلا واحد. إن من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث واضح أنه لا يجوز الافتراق والاختلاف، وأنه يلزم لزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا يفترق مع المفترقين ويخالف مع المخالفين، بل يلزم طريقة الرسول وأصحابه. هذا هو الواجب على المسلم. وأما إذا خالف فإنه معرض للنار والعياذ بالله، كلها في النار. نعم.